فهمت شو قصدك؟ قومي قومي عم قلك تحركي بسرعة، تحركي قومي يلا قومي يا جارية. بسببك انتي سقط ابني انا، انتي وحدة واطية ولازم تموتي، وحدة واطية وحقيرة مثلك لازم تموت. سمعتي 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 يا حقيرة يا قاتلة، موتي وخلصيني منك يا حقيرة يا سافلة. انتي 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 السبب اللي صار لي، انتي السبب، انتي لازم تموتي لحتى انا ارتاح، موتي وخلصيني. انتي اللي قتلتيني ابني، انتي اللي قتلتي وموتي. يا مجرمة عم قلك يلا تحركي افتحي عيونك، لا تساوي حالك غميانة، في يلا لك عم قلك قومي قومي في يا قاتلة، في في يلا بسرعة. شو مفكرة مصدقتك سلطانة؟ ليش هيك عملتي فيها؟ بس يا خوفي ما تكون ماتت، بلا ما يشوفنا حدا خلينا نمشي. إذا بتموت أحسن، يا ريت تموت. يلا غالاتي، شغلة التسقيط مانا سهلة، أكيد السلطانة ناهد دوران كتير مزعوجة. السلطان صار معه خبر؟ أنا من الصبح خبرت مسؤول الجناح الملكي بالقصة، وأكيد إبراهيم باشا بيكون خبره. أم السلطان لسه ما دريت، يا ريت يا سنبل لو خبرتني بكير. أكتر وحدة هيام هي اللي رح تنبسط بهالخبر، ريتها تضرب بشكلها والله، وقت اللي بينذكر اسمها بتصير أعصابي ترجف. الحقوني دخيلكم، الحقوني بسرعة. عم قلك قومي يا حقيرة، والله لحتى أدبحك بإيدي. خلص مولاتي الله يخليكي، بلا ما تخلص بين إيديكي تركيني، أصلاً أنا متمنية خلص عليها. مولاتي بوس إيديكي يلا خلص، تردوها من قصري. حاضر، ورموها للكلاب بلكي بياكلوها بنرتاح منها إن شاء الله. خلص يا ربي دخيلك، يا رب احفظنا واحمينا. شو عاملين فيها؟ قولي يا درة خانم، شو هو اللي مو عاملينه فيها؟ استغفر الله العظيم، معقولة تموت؟ مو ميتة، اطمنوا. خلينا ننادي الحكيمة ونخبر مسؤول الجناح الملكي. فريال لا تقولوا شي لحدا، خلونا نقيمها وناخدها على غرفتها، ما بدي حدا يشوفها وهي بهالحالة.